ضمن الجولات والزيارات التضامنية مع الإعلام اللبناني، لن نقول مع الجديد فقط إنما مع الإعلام اللبناني، سمع إلى ما سيود به رئيس مجلس إدارة قناة الـ ABC حول هذا الاعتداء حول حرية الإعلام، خصوصا يعني بعد الزيارة الصباحية لوزير الإعلام وبعد التصريح الذي أدلى به حول هذا الاعتداء. بحس حالي عم كرر حالي كل مرة بيصير في اعتداء على الجسم الإعلامي. لبنان بلد بيمتاز عن كل البلدان يلي بتحيطوه بحرية الرأي والحرية الإعلامية، وهي شغلة بتميزنا عن البقية وبالتالي صارت ثروة. أنا بالنسبة لي أنه لازم يكون في وعي عن كل المسؤولين السياسيين وعند المجتمع اللبناني وعند أصحاب الفكر أنه نحافظ على هالميز اللبنانية. أنت عندك رأيك وممكن ما يناسبني، بس أنا بحترمه، وإذا ما بيناسبني في أنا عندي مجال أنه أقدر أعطي رأيي، وإذا كمان بدي فيني روح على القضاء. بالتالي الاعتداء يلي عم بيصير على وسيلة إعلامية أو على أي صحافة مرفوض مرفوض مرفوض. أنا مش جاي أتضامن مع الجديد، جاي أتضامن مع حالي كوسيلة إعلامية مع الجسم الإعلامي كله سوا، مع حل 10,000 عائلة لبنانية يلي بيعيشوا من الإعلام بلبنان، يلي مرئين بأزمة بآخر 5-6 سنين، أزمة وجودية. حرام إذا بدك أنه نوصل على شيء محل ما نخلي هالإعلام يرجع يهاجر لبرا. نحن بدنا يضل موجود بقلب لبنان ونحافظ على هالميزة التنوع اللي هو موجود. هل عندكم خوف كأصحاب مؤسسات إعلامية اليوم بلبنان أنه نفقد الحرية الإعلامية اللي نحن بنتميز فيها كما ذكرت؟ يعني بتعرفي أنت على أيام السوريين بلبنان صار في اعتداء على صحفية بالجملة، وكانت بالنسبة لنا أنه هي مرحلة وانطويت خلص ما بقى عم نسمع فيها. للأسف إذا بدك أنه عم نشوف بعض الحركات اللي عم بتصير بآخر فترة يلي ما بتشجع بالنسبة للعملية. هون بدي وقفي من اللبنانيين كلها سوا. برجع بقلك مش ضروري انه يكون انت من رأيي، بس بحترم رأيك بحترم رأيي. دائما نسمع على الاطراف السياسيه يتحدثون انه الاختلاف لا يفسد الود قضيه، ودائما بيشددوا على انه لبنان هو جزيره من الحريات الاعلاميه وحريه التعبير عن الراي، لكن لما نشوف اليوم هذا الاستهداف للاعلام اللي عم يتكرر دائما وتكرارا، اليوم باي موقع بنحط اليوم الاعلام اللبناني؟ هل نحن طبعا هذا شيء مرفوض من قبل كل الصحفيين والاعلاميين، وهلا كنا عم نشير له من الصبح، لكن هل في توجه برايك اليوم لوضع الاعلام بقالب معلب وسيسلم المعلومات المعلب والجاهزه؟ انا خايف منه انه هيك، انه بصير نرجع على اعلام الحكومي اللي بيصدر لك بيان وبيقول لك هذا هو اللي بدك تتوجه فيه. يعني عمليا يعني انا بعد ما شفت الموقع تبع السياره والموتور اللي حد منها، في ناس مدنيين ساكنين بالبنايه، في موظفين، انت عم تعمل كنت رح توصل على جريمه. تصور لو ولعت البنايه هون شو كان صار. مش هاي الطريقه، انا يعني برفضها نهائيا. ومش بس هيك، بناشد كل المسؤولين انه بلد الحريات حافظوا عليها، هي الشغله الوحيده يعني. اذا كمان هيدي ما بدكم تحافظوا عليها شو بقى لنا؟ اخذتوا كل شيء. ما في تضييق عليها، يمكن في صحافي، ما في صحافي استقصائيه او شيء، لا عم بيعمل شغل الصحافي. برجع بقول لك يمكن انت مش من رايه، اوكي رجع مول شيء ثاني انت تبين رايه، الراي المغير له. شكرا.